أحدث الفنان المصري أحمد سعد بلبلة كبيرة بعد ظهوره اللي وصفه الكثير من المتابعين بالصادم خلال إحياء حفل غنائي بجدة مساء الخميس. وظهر سعد بالحفل وهو يرتدي حلقاً وقميص شفاف مخرم شبه البعض بالملابس النسائية. وتعرض الفنان المصري لانتقادات وسخرية من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صوره ومقاطع فيديو من الحفل بعد تصدر اسمه ترند. وجاء في التعليقات: الفنان أحمد سعد يتألق اليوم بستايل هوليوودي أوروبي مكسيكي، شكلها أخذها من محمد رمضان، لكن هو تحشم لبس فوقها حاجة، مجرد موضة وتنتهي، وأول من ينساه جمهوره لا أغاني ولا أي شيء. ستايل عبثي. أحمد سعد وعمرو سعد تقليد أعمى لمحمد رمضان في ستايلهم. كما كتب أحد: بيلبسوا مش بمزاجهم، شركات الرعاية هي اللي بتختار اللبس، زي ويدجز لما بيلبس لبس غريب وبيبقى بملايين، بس الحكاية وما فيها كل واحد على حسب ثمنه، في ذكور بتقبل بأعلى سعر وفي رجالة شايفة أن كل حاجة ليها ثمن. أعلنت البلوجر المصرية سارة محمد خطبتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ونشرت صور لألا هي وخطيبة، وكتبت: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، صاحب العمر أول شخص اتقدم لي في حياتي، والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا لي خلاص، أرينا الفتحة. وعبر متابعو سارة عن فرحتهم بالخبر، وقدموا لها التهاني والتمنيات بالسعادة والخير بحياتها المقبلة. وقد سبق للبلوجر سارة أنه شاركت جمهورها بقصة شخصية مؤثرة، حيث نشرت فيديو يوثق تجربتها بتركيب عين صناعية لتعويض عينها اللي تضررت جراء حادث تعرضت له بالسابق، وأفصحت عن أنه خطيبها السابق تخلى عنها بعد الحادث، رغم أنه كانت في أشد الأوقات اللي بتحتاج فيها للدعم. وبسياق آخر، تداول البعض أنباء حول انتقال سارة محمد للعيش بدار أيتام، ولكنها نفت هذه الشائعات بفيديو لها موضحة أنه قررت ترك منزلها السابق بسبب الأذى اللي تعرضت له، وأنه هي لا تستطيع العيش فيه. علقت الفنانة المصرية أنغام على الأنباء اللي انتشرت بقوة خلال الساعات الماضية واللي زعمت زواجها من مسؤول خليجي. فبعد ما نفى مصدر مقرب منها هيدي الشائعات جملة وتفصيل، انتظر الجمهور رد منها، حتى كتبت عبر حسابها بإنستغرام: إحساس الوحدة الإجباري بقى هو الإيد للطبطب، بقى ونسي وصاحبي وهو الحاجة الباقية لي، سيبك انت. وأرفقت صاحبة أغنيات سيدي وصالك التعليق بصور لألا وهي جالسة لوحدها وبإيدها سيجارة دخان. وكان مصدر مقرب من الفنانة أنغام قد صرح قبل ساعات قليلة على الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل حول ارتباطها بالقول: قربي من أنغام يخليني متأكد أن الكلام ده مش حقيقي. كما تحدث الموسيقار خالد محمد سليمان شقيق أنغام على زواجها قائلا: دي شائعات وإحنا مش متضايقين منها، لأننا بناخد حسنات على قفا اللي طلعتها بسبب الشتايم، وأنغام مركزة في شغلها وأولادها ولا تلتفت لهذه الشائعات، وبتاخد ثواب ببلاش.